يا ويل. يا ويل. انا جيت نورت البيت، قم فز وقت البيز يا ولد وعلي لي البيت، سمعني صوت عيال وسقفة وحبيت زغريت. انا الكبير هو الكبير، هو الكبير فلوس وسلاح وسطوة وجيش 3000 غفير، اقوى متمرح متدب وصوتي صوت زئير، شموخ الصقر في السما زكعت على بمكير، اخلط كل ده كوكتيل يطلع لك الكبير. كوكتيل خطير، كوكتيل خطير، رضعت في طفل في الناقة مش بودرة وعصير، عشان كده طالع عصب ناشف شرس خطير، لعيب بلاي ستيشن احرف من اي ود صغير. او كان كبير، او كان كبير، كفاءة احكم اي شعب مهما كان كتير، مهما كانت صفاته كان غني او كان فقير، مهما كان علامة جاهل او خريج فرير، يطيع الكبير يتكون محدود في بطن بير. Objection. 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 Loves the cake, and I'll be then your older. Please just give yourself a break. You can't even battle me 101, Mr. Fake. My rap is like an ocean, while your rap is like a lake. كلمني لو تسمح بالعربي بس يا ولد ابوي، وما تقلدش امينيم 50 سنت وسولجا بوي، تعرف لو كان الراب كيف الكلاب انواع يا اخوي، كلبي يبقى بيتبول كلبك بلدي واسمه روي. اسمع يا كبير، اسمع انت واقفل خشمك واخشع، فروسية نكسب في الحديد هرفع الكلمة بترفع، نووي تقدر تكسب تحدي معايا مهما تصنع، حتى في تحدي الراب بعد الكبير ما حدش يسمع، طعم التفاحة بعد الشكليطة ماسخ ما ينفع. جزرة وقطمها جحش يا ولد. توماس، توماس يا شوف كده خلصوا الاكل ولا لا؟ انا جعان قوي. لسه ما خلصوش. طب توماس، توماس يا شوف طب طبخين ايه؟ عاملين باميه. طب 5 في 6 بكام يا توماس؟ ما خلاص بقى يا جوني سيبنا العب. انت بتعمل ايه يعني؟ بتلعب؟ ما انت قاعد فاضي وانا قاعد فاضي، احنا بنتنقل بنعمل حاجه من ساعه ما جينا. توماس ايه ده؟ شوف مين عامل لي اد. مين؟ روبرت عامل لي اد على سكايب. يا راجل هو اونلاين كمان. كويس، اتكلم معاه بقى. هاي روبرت، هاو يو دوينج؟ هاي جوني، ام فاين، انت عامل ايه؟ مفيش، من ساعه ما كنا ايجيبت واحنا الشغل متعب جدي. بص تحت عيني عامل ازاي؟ انتوا عاملين ايه؟ ناثينج ماتش، برضه شغل وفضل. ايه ده؟ انت لسه بتلعب؟ طبعا بنلعب. طب والواد العجيب اللي اسمه جاك لسه معاك ولا اتقلب؟ طبعا جاك دلوقتي بقى الكابتن. جاك بقى الكابتن؟ نو واي، ازاي ده؟ ملوش فيها خالص. ليه بس يا جوني؟ ده جاك تمام، بس انت ما تعرفوش كويس. ما اعرفوش ازاي يا ابني؟ انا اعرفه من قبل ما انت تيجي الفرقه اصلا. ده عيل شاسيه عباره عن شلت على الفاضي، وكمان فوق ده كله دمه تقيل قوي. مش قوي كده يا جوني. لا قوي قوي، واللي انت ما تعرفوش انه منافس مني وبيشيل مني شيل، يعني 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 زي ما بتقول ايه، كان هياكل في نفسه لما دخلت الفرقه. لا كاريزما، كاريزما. ف ايه ده؟ هو مين ده اللي بيغير ولا حتى يفكر ينافس يا لوزر؟ انت هتنسى ولا ايه؟ هو انت اصلا كنت بتشمها؟ انت طول عمرك قاعد على الدكه يا لوزر. يا السخافه. وحشتني بجد سخافتك. اولا انا ما كنتش قاعد على الدكه احتياطي وخلاص، دي كانت خطه. الورقه الربحانه ما ينفعش الكوتش ينزلها في اول الماتش تتحرق، كان بيحوشني لاخر لحظه عشان انزل اغير مصير الماتش. واللحظه المناسبه دي عمرها ما جت، والكوتش قلبك يا لوزر. سكت بقى تقول الافيه وتضحك عليه لوحدك، حاجه يعني في منتهى السخافه. وبعدين كوتش مين اللي قلبني؟ كوتش مين اللي قلبني؟ انا ما كنتش مركز يا حبيبي في الموضوع، باين اهو اهو، انا بقالي سنين ما اتمرنتش ولا مسكت كوره. لو لعبتك هكسبك. تكسبني انا؟
هو انت اصلا عندك فرقه؟ ايه؟ عاوز تقنعني انك ما سمعتش عن فرقه المزاريطه للامريكان فوتبول؟ دول اقوى فرقه في افريقيا كلها. مزاريطه ايه؟ انا عمري ما سمعت على فرقه بالاسم ده اصلا. بص انا مش مفاجئ لان انت اصلا مالكش فيها. خش على جوجل انت تعرف هم مين. بعدين والله كان نفسي اجيبهم يلعبوك بس للاسف مفيش وقت. نجيب منين وقت؟ كل يوم ماتش دولي كل يوم. احنا دلوقتي على طول هنروح نلعب فرقه موزمبيق. مش مهم يا معلم انت اللي تيجي، انا اللي هجيلك. تيجي فين بقى؟ من امريكا للقاهره ومن القاهره طويل المشوار عليكم. لا احنا كده كده عندنا ماتش في دبي الشهر اللي جاي، احنا ممكن نخلصه ونجيلك على طول. ديل ديل. واللي هيخسر؟ بص عشان انت هتخسر اختار انت هيحصل فيه ايه. اللي هيخسر هياكل الكره اللي هنلعب بيها الماتش قدام فرقتك وفرقتي. ياكلها. نصيحه بقى مني يا معلم، ما تقلش في الاكل يوم الماتش عشان بطنك هتوجعك من اكل الكوره يا لوزر. يا سلام يا ستيل قوي اوفر يعني في التقل. جوني انت مجنون؟ عايز تلعب جاك؟ جوني انت طول عمرك لعيب احتياطي، جاك كان احسن لعيب في الفرقه، هتكسبه ازاي؟ شوف يا توماس، يعني الكلام ده علشان انا ما كنتش بس مركز للحكايه قوي، كانت فتره مراهقه، يعني كانت اهتماماتي كلها ايه؟ بريك دانس، باليه مائي، هوت شيكس، حبوب الشباب، دي كانت اهتماماتي، يعني ما كنتش مركز بس لو ركزت هغلب 10 جاك. اوكي، هتكسب 10 جاك. فين بقى فرقه المزاريطه اللي هي المفروض اجمد فرقه في افريقيا وهتروح تلعب الموزمبيق كمان شويه؟ اكيد يعني هنلاقي ناس بتلعب امريكان فوتبول في المزاريطه. مصر كلها ما فيهاش امريكان فوتبول اصلا، هيكون في المزاريطه؟ مصر كلها ما فيهاش. ما فيش يا سيدي ولا اي حد خالص. ما فيش خالص. ايه البواخه دي؟ بواخه او مش بواخه، هتعمل ايه؟ هعمل فريق. هو ايه ده يا عم؟ جيس وات، ده اعلان بنجمع فريق امريكان فوتبول بس من المزاريطه. ايه يا جماعه مفيش حماس ليه؟ امريكان فوتبول عارفين اللعبه اللي هم بيبقوا لابسين ضخم من الكتاف ولابسين خوذ زي بتاعه الموتوسيكلات الجاوة، بيبقوا كلهم ماسكين كوره وبيضربوا في بعض ويخبطوا في بعض. ايوه الكوره الحمراء اللي شبه الشمامه. اكزاكتلي. لا ما عرفهاش. توماس. اوكي اهو هي دي الامريكان فوتبول. ده الفريق اللي عايزين نجمعه. طب اللي هيجي هنديله خوذه هديه. طب طعمين امريكان فوتبول من بره شكلهم روش كده. طب هديله سندوتش كبده جملي. ثلاثه بس. طب زود الاكل. رغيفين كبده بالطحينه. قري معاك. اربعه بس. تعال نشوف حته تانية. يلا بينا. يلا ربنا يكرمنا في حته تانية. هايل. واتساب بو. هو مش ده مركز شباب المزاريطة؟ يا فين الشباب؟ فين الشباب؟ ما كله يا كيدز يا مسنين. بعدين يعني ايه مركز شباب؟ مركز شباب لك نادي جيم اصلا. يا ايه ده؟ مش ده حمدي كاتا؟ زي ما بعمل تعمله. تعال نشوف. اهم حاجه التركيز، تبقى مركز انت وهو وكل قوتك تبقى في الايد دي وهبة تستعد تماما وتروح نازل. ايه يا حمدي مش هتبطل تهور واكشن؟ لا بقى. اهلا حضرة العمدة، ده ايه الخطوة العزيزة دي يا حضرة العمدة؟ ازيك يا حمدي؟ الحمد لله. يلا ادي التهوية، يلا ارتفع، يلا تشطفوا. يلا يا اهلا وسهلا. والله المركز نوى، والله سعادتك اول ما بتخش المركز بيزداد اشراقا كده. وابص لعندوش. حمدي كفايه كفايه هري كفايه هري بقى.
مش ممكن، صداع. انا بدور على لعيبه امريكان فوتبول، بعمل فرقه فنون شعبيه عندنا هنا في قلب. يا عم حمدي انا هفهمك، هو قصده فرقه كره قدم امريكيه. عارف عندك لعيبه ليهم؟ يا سلام، لو ما عندناش نجيب لك يا حضره العمده. بس عدم المؤاخذه، هي نهون دي امال ايه؟ امال ايه؟ عارفها عارفها وواثق في نفسك. عارفها منين اللعبه دي؟ ناس لابسين خوز بيجروا ماسكين كوره زي الشمامه. عرفتها، اللي هم بيقعدوا يعجنوا ببعض دول. اكزاكتلي. لا هو الحقيقه مش متوفره في المركز دلوقتي، بس احنا بعتنا وقلنا يا جماعه عايزينها، والورق بتاعها ماشيين فيه، والموضوع خلص، وان شاء الله هيركبوها في اول مايو. هو ايه اللي هيركبوها؟ انا بكلمك على ترمبه ميه يا حمدي، انا بقول لك عاوز. بص انسى انسى اي حاجه. عندك اي حد ممكن يلعب اللعبه دي؟ بطل كمال اجسام، بطل حمل اثقال، بطل جمباز، بطل باليه مائي، اي بطل. بطل ابطال يا عمده. عايز بطل. ما انت ما قلتليش ده، ما اكتر الابطال عندنا هنا. احنا عندنا بطل العالم في افريقيا في رفع الاثقال، متخرج من هنا من المزاريطه. ايه ده؟ وده لسه موجود لحد دلوقتي؟ امال ايه يا كابتن توفيق؟ كابتن توفيق ما شاء الله، شوف الجسم، فين شوف القوة، ما هو اللي جاي ده الكاوبوي ده. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. الكابتن توفيق يا جماعة ده معاه بطولة العالم سنة 74، وفضل محافظ على اللقب 3 سنين، 74 75 و76. طب سؤال بس معلش، هو ده 1974 قصدك ولا 1800؟ هو ما كانش فيه ورق يمين، يبقى 1800. سلم على العمده يا كابتن. ازيك يا عمده؟ اما بيج فان، اما بيج فان. خش استريح يا حاج، خش استريح، ربنا يديك صحه. عايز حد عايش يا حمدي، عايز حد عايش. ما عايش الراجل وبتنفس. بص سيادتك اي حاجه فيها الروح ما تقلقش منها. توفيق مش عاوز توفيق. مش عايز توفيق. شوف لي حد صغير. طب ما تقول يا حضره العمده من الاول بدل الدخه دي، عيل صغير شبر يعني. بيقول لك على الشبل شبر. يلا يا عم نمشي، احنا بنضيع وقت. يلا جوني اصبر بس شويه لعلمك بقى. انا حمدي كتا ده متفائل. ايه ده؟ شيكابالا. ده شيكابالا بقى ده اللي جاي عنده استعداد يقعد 3 ساعات ينطق الكوره ما يونش ما يزهقش. نطق يلا وارجل بيه. طب ما عادي ممكن نطق اسبوع، ما هو ماسك الشبكه بايده. حبيبي حبيبي روح روح، ما تسمعش كلام من الراجل المجنون ده، وروح اتشطف مع زملاتك في الترع. يلا ليه كده؟ ده انا المدرب بتاعه. وبعدين ده عيل صغير بس بذرته حلوه. لا ما هو باين البطزايه مبشره فعلا. ايه ده؟ مين الاسانسير اللي هناك ده؟ ده كابتن مناع، ده بطل العالم في رمي القوس. امال فين القرص؟ لما انا سحبت القرص منه بسيبه يتمرن كده. بيني وبينك عامل لنا مشاكل بيه، يا اما القرص يا اما يطلع بره المركز، يا يخش في شباك يكسره، يا اما هو اللي وقع طياره له كيربي. او ماي جاد. طب انا عاوز مناع ده، عاوز مناع. يا سلام، غالي والطلب رخيص يا حضره العمده. هدي لك مناع وفوق منه هديه من عندي الكابتن توفيق. كابتن توفيق. مش عاوز توفيق يا توفيق. مش عاوز توفيق. امشي يا حاج، مش عاوز توفيق انا. لو لازم تديني حاجه فوقه اديني القرص، مش هاخد توفيق. ده راجل كبير في السن وبطل متقاس، والنبي ما تكسر نفسيتك. طب ليش قلبي بقى يا حمدي؟ تعرف معلش والله هينفعك، وبعدين مش هيكلفك حاجه غير اكله وشربه وباكل معاه. لا والعلاج والقسطره، انا عارف هفتح على نفسي فتوح. لعلمك بقى يا حضره العمده، الراجل ده متاسس صح ومتغذي على السمنه البلدي، يعني صحته احسن مني ومنك، وبعدين عنده عنصر الخبره. بعينه راجل بركه، خده. بس عجوز وكل الرياضه ضربه يا سيدي، هيشتغل. لو باظ منك في اي وقت هاتهولي وانا هرجعه واديك بدال. ماشي خلاص، هاخد مناعه وهاخد فوقه توفيق، بس هات لي العلبه والشاحن بتاعه. بص بقى يا معلم، عملت لك ملعب يعني مور ذان بروفيشنال. على فكره امبارح انا وادرس تعبنا جدا جدا عشان نخطط الملعب. انت غاوي دايما تعملي فيلم عربي. تعبنا وعرقنا وطلع عيني عشان اعمل لك. عادي ما عملتش حاجه، جبت شويه بويه وقمت مخطط نجيله في فلاح مسكين هو اللي زارعها. خلاص اوكي ده سهل. انا على فكره عملنا جونين. بص طب روح اقف مع بقيه الفرقه عشان انت نسيت نفسك، انت عنصر تحتي، انا الكوتش. اقف هناك. يلا يا جماعه يلا. ايه ده ايه ده؟ انت جننت يا ابني؟ تديهم اوردر؟ طب ايه رايك هتقف اخر واحد؟ اقف اخر واحد. اقف هناك. ايه ده انت جننت يالا؟ بتقلدني؟ لا بتعمل راسك براسي؟ لا لا لا. اي اي اي, أي. روح هناك.
أنا الكوتش، أنا لوحدي لدي الأوامر. anyway أنا هديكوا بريف في رغيف. الجيم ده باختصار فرقتين، فرقة معاها كورة هتحاول بكل جهدها إنها تعدي المنطقة التانية وتودي كورة المنطقة التانية، أوكي؟ وانس إنك وصلت دي لوحدها 6 بوينتس. عرفت ترميها بين العصايتين دول ده الجول، هتاخد بوينت كمان، يبقوا 7 بوينتس. أظن سهلة، لعبة مسلية جدي. ها حد عنده استفسارات؟ اه عايز اقول يعني ايه عصايتين؟ انت عارف يعني بوينتس؟ ايه دي؟ اوكي اصلا بقى. طيب فيتنس يا جماعه، فيتنس. نجوم المستقبل وطويت الملعب كده. خلصنا الفتنس، خلاص الفتنس بح، نقدر دلوقتي نلعب ريل امريكان فوتبول. يلا قوموا قوموا، عايزين صف كده. يلا يلا يا حوش، يلا يا حوش، يلا 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 يلا. حازي 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 مع زميلك، تعال يا مناع، تعالى مناع ولد شاطر هيرفع راسنا فوق. وقف هنا، بص، بما انك بقى قرص ومش قرص وعم الجامد، انا هحدف لك الكوره وهدرس هيطلع يجري، عاوزك تحدفها له وتعدي من فوق كل الناس وتوصل له عشان هو يجيب جول. اوكي يلا ريدي ستيدي بو. ايه يا مناع؟ ايه يا مناع؟ انا كنت عايز الكوره جوه الملعب وجوه نفس المدينه اللي احنا فيها. هاتوا كوره ثانيه. بالراحه جوه الملعب، هدرس هيروح ارميها له. يلا ريدي ستيدي بو. يا عم انت عم
سلامتك. يلا يا هدرس. بالراحه بالراحه. سلامتك سلامتك يا سيدوني. يا جماعه ما تقفروش، دي كدمه بسيطه. بصابون ايه؟ بصابون بن ايه؟ هو مش متعور. بص يا سيدوني، انت تحط عليها معدون سنان. انت هتفتي؟ ايه الفتي ده يا جماعه؟ ايه الطب الفتاي اللي بقيتوا فيه ده؟ من ساعه ما جيت البلد دي كل حد يفتي، يحصل لي اي حاجه يقول لك اغلي قشر جوافه حط ابو فاس. ايه ابو فاس ده كمان؟ ده مؤاخذه يا كبير، ما قصديش. انت براحتك يا مناع، براحتك. بس يا معلم، يعني احنا مش داخلين حرب، دي جيم، يعني خليك بالراحه شويه. يا جماعه كل ده رغي على الفاضي. احنا دلوقتي هناخد بريك 10 دقايق، وهو كويس على فكره، اطمنوا عليه. انت جوني جننت؟ انا عارف ان هو انت اتجننت. ايه في ايه؟ انا كوتش. انا بس اللي اقول بريك وما بريكش. يا جماعه انا كويس يا جماعه، يلا بريك 5 دقايق. طب هم البن هو اكبسه براحتك. ما ينفعش نسكويك؟ نعم. لا يلا يا جماعه بريك، شكلي هكبسها بن فعلا. أنا اكتشفت حاجة يا معلم. خير؟ الفرقة اللي معانا بلح. يا ابني ما تبص على الجانب الكويس، معانا مناع ده لعيب كويس ويجي منه مع التدريب. معانا فزاع ده سريع ونفسه حلو. بس. اوكي، دول اتنين. فين بقى بقية الفرقة؟ ما احنا هنلاقيهم، اللي خلانا نلاقي دول هنلاقي التانيين. بقول لك ايه يا جوني؟ هو انتوا هتلعبوا أمريكا أمريكا؟ أيوه، أمريكا أمريكا. أصلها غريبة قوي. إن أمريكا بذات نفسها تاجي تلعب المزاريطة. لا أنا هفهمك، إحنا مش هنلعب المنتخب بتاع أمريكا، إحنا هنلعب فرقة الجامعة بتاعة جوني. على فكرة الفرقة دي جامدة جدي، دي أقوى فرقة في تكساس. أيوة يعني الفرقة دي من أمريكا واللي بيلعب فيها أمريكان، صح؟ صح. يبقى هتلعبوا أمريكا. ربنا يوفقكم وينصركم عليهم قادر يا كريم. والماتش ده هيتذاع على قناة إيه؟ المزاريطة تي في، ماز تي في. بس لو عايزة تيجي تشوفيه حقيقي تعالي. صح والله ينفع. شور ست هدية. ايوه يا بعزك، ازيك يا واد؟ الحمد لله. ما عايزاش حاجة؟ جيت في وقتك، عاوز 4 انابيب. 4. طيب. ايه ده؟ هو مين ده؟ ده الواد بعزك، واد الحجة وحيدة بتاع الانابيب. اسمه بعزك؟ على فكرة الواد ده ممكن ينفعنا. ينفعنا في ايه يا عم انت؟ والنبي تاخدوه معاكم، ده واد طيب بس مخه على قده. يعني ايه مخه على قده؟ بيقولوا وهو صغير وقع على دماغه زرع بصل. اوه. فعقله تأخر. انا هطلع اجيب له الفلوس، لما ياجي قولوا له يدخل انابيب في المطبخ. صعبة قوي 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 حكاية زرع البصل دي، انت عارف يعني ايه؟ يعني أول حاجة بتلمس حاجة من جسمك في الأرض دماغك. ده تلاقيه متخلف. أربع أنابيب يا معلم، الراجل ده معانا في الفرقة. وش أنا لسه كنت هفضحك في الموضوع ده. طب بقول لك إيه، توماس توماس توماس، قوم فتحوا إن يبقى معانا في الفرقة. قوم يلا أنت. لا طبعًا مش هقوم، أنا عبيط، أنا لو كلمته ممكن يضربني بالأنبوبة في وشي. قوم أنت، وبعدين أنت مش سامعها بتقول لك مخه على جده. طب ما دي مصلحة يا توماس، لما يبقى هو قد كده يبقى مخه قد كده. قوم بس، قوم فتحوا يلا. لا بقول لك إيه، ماليش دعوة، عايز تقوم أنت قوم. أنا بصراحة ما بضمنش هعمل. طب بص احنا هنكلمه من بعيد. باتر بعزق. روح ودي الانبوبات على المطبخ. لا لما الست هدايا تقول. اوكي. لا ما هي قالت لي انا اقول لك ودي الانبوبات على المطبخ. لا لما الست هدايا تقول لي. بس خلاص. هي قالت لي اقول لك ودي الانبوبات على المطبخ. او ماي جاد. Good boys. عاش قوي. وحوش موت. ستوب. لمو. حازو انت. لا انت خليك هناك. اوكي. بص يا جماعه، هات الكوره. Good boy. بص يا جماعه، هلعبكم لعبه اسمها Fisherman، يعني صياديه سمك. ايه قصده صيادين السمك. منو يعني منو خواجه جوني بيه؟ ما انتوا عارفين. انت هتزيد؟ امشي هناك، قسما العظمه هطلعك بره. من جنابك اسمه
صيادين السمك زي ما انا قلت. الجيم ده بيقوي حاسه اللقف عند اللعيب. عايز حاسه اللقف تبقى عاليه عندكم، عايزكم كلكم لقيفه. بصوا يا جماعه، سيمبلي انا هرمي الكوره دي على اي حد فيكم، لو حد خبطت فيه تف اسنانه هيبقى ضعيف، سيسي بوي هيطلع بره ما يلزمنيش، انما لو حد عرف يلقفها هيبقى بياخد بيضه. يلا يا جماعه ستاند باي. ايه؟ قالي بيضة! قالي بيضة! 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 يا ابني يا ابني تعالى هنا! يا متخلف! بيضة جوه اللعبة مش بيضة بره! ايه يا معلم ده؟ ده بعثك ايه؟ ايه ده؟ طب يلا يلا قول له اقلع الجلابية عشان ما يتكعبلش وهو بيلعب. يلا هقول لمين يا معلم؟ لا طبعا انا مجنون اقول له. يلا يلا روح له روح له. لا لا طبعا روح انت قول له. يا ابني انا المدرب، انا يعني انت الوزير، بتعمل التفاهات دي انت، انا بنشئ لاعبين، بعمل حاجه للبشريه. يلا روح روح. طب تعالى معايا. كل حاجه بقى جوني جوني. معلش. واتس اب مان؟ هو عايزك في موضوع. بص يا معلم، احنا بنعمل فريق طبعا. احنا دلوقتي بنعمل ماتش كوره وانت هتنضم ان شاء الله لينا وللفريق، وفي تدريبات وفي ماتشات، في الحاجات دي بتبقى محتاجه انك تقلع. وضح وضح يا متخيل. الجلابيه ولا انت مش عايز تلعب معانا؟ اكيد عايز تلعب معانا صح انت، بس انت براحتك على فكره. ايه هتلعبوني معاكم؟ هتلعبوني معاكم؟ ايوه ايوه هتلعبوني معاكم. هتلعبوني. جوني بس 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 بس. اهدى اهدى، انت مبسوط؟ ايوه. انت طلعت في اللالا. امال ايه؟ سو كيوت. تعال تعال تعال. امال ايه؟ تعال مع بابا. تعبوني معاكم. يلا يلا يلا. بص يا شباب، هنعمل تقسيمه. هات الكوره. ها جود بوي. بعزق. ايوه. انا معايا الكوره. ايوه. هحاول اخد مشوار لحد عندهم. هتعوق؟ لا يعني حسب الترافيك. سو كيوت. ركز معايا بعزق وكفايه كلام. بص انا هاخد الكوره، هوصل مشوار لحد جوه، كل الناس دي هتحاول تمنعني، انت مهمتك انك تمنعهم ان هم يمنعوني. ما فهمش. احنا مش اصحاب يا بعزوق؟ دول عايزين يضربوني، عايزين يموتوني دول. اثبت على كده، اثبت على كده. بص طول ما انا رايح هيحاولوا يمنعوني، موتهم اهرسهم. حلو قوي، انا هاخد فزاع ومناع وهاخد. انتوا مين؟ تعالوا 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 كده، انا فرقتي خلاص. خلاص ايه؟ لا طبعا كده مش فير ابدا. لا فير. لا طبعا لا مش فير. لا حبيبي فير. بص انتوا كام واحد؟ كام واحد؟ انا الكوتش، هطلعك بره. فير ولا لا؟ فير طبعا. يلا يا جماعه يلا، وضع الانكسار يلا اللي هو كده يلا. ها ها. Oh my god! لا لا تعال 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 تعال. اهدى اهدى، انا قلت لك امنعهم مش تعدمهم. اهدى، دي لعبة مش حرب. يلا جود بوي. يلا تاني، وضع الانكسار يلا، كلنا مكسورين. ها يلا 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 تعمل كده. انا عايزك تعمل كده. ما اتعلم. يا مجنون مجنون، هاتوا ده هاتوا. السلام عليكم. ما شفتيش فزاع يا بت؟ لا ما شفتهوش. كنت بخر الواد ده ولا ايه؟ اخر مره شفتيه ميت النهارده. ها تتني تتفرجي عليه يا بنت؟ انت هتعملي كيف المهابيل اللي امامهم جوني؟ نعم يا كبير، وامرني انا سمعك. ها اخر مره شفت فيها الزفت اللي اسمه فزاع النهارده ميت؟ ما شفتوش النهارده واصل. اوه، ايه سر اختفاء الواد ده؟ يكونش بيتمرن مع سجوني عشان الماتش قرب. هو فزاع بقي مع جوني؟
ايوه امال ايه انت ما دريتش في الزعبقه في الفرقه يا الف نهار ابيض في الزعبقه في الفرقه ده انا الفرحه ما سيحنيش لا ده انا لازم اروح ابارك له بنفسي زغروطه يا بنت زغروطه يا جاموشه ما ناس اللي فاتحها شواقه قاعد اكبر واسمن في البهيم ده عشان يروح يخف الفرقه ما تتزربانش بس يا كبير دول هيلعبوا امريكا وان شاء الله هيكسبوهم كمان جوني هيكسب امريكا ويكسبهم هيكسبهم في ايه في الحياه فوق قله العقل واه يا كبير هو انت ما حتشجعهم شيء اشتعيهم الحماس ده يا ولي هديه حسك عينك يكون ليكي اي صالح او لينك بالموضوع ده فاهمه في الزعبقه في الفرقه هاي 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 ماي مان وبلك بص هتاخدها زي كده كده ازاي ايوه اكزاكتلي يا فرحة امك بيك في ايه عم تستخبى باين تجي يمين تجي شمال باين كيف العجل بسم الله ما شاء الله تعال 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 ما تخافش ما تخافش انا العمده ولد انا العمده تعال وبعزك كمان لا عيني عليك وبارده اقدح كملت فرقه المعتيه الله يرضى عليك تقول لهم يمسك مش سلك عيال انا العمده تعال يا حيلتها تعال يا جاموسه ايوه مرجع لعبك انا ما اسمح لكش اتكلم اي حد من فرقتي بالشكل ده انا كوتش هنا وعك لازم تكون مصدق اللي عم تعمله ده لمم لي حبه مقاطيع وعامل بيهم تيم محملهم مصالحهم واراضيهم ومقلعهم خلقاتهم قاعد باللباس يا باللباس خلقات التمرينه ترد علي خلقات التمرينه انت مصدق الكلام ده طبعا ما انت في البلاله مش فاهم احنا بنعمل ايه يا بي احنا هنلاعب امريكا وهنكسبها كمان ابقى قابلني العالم كلها معرفش يغلب امريكا وانت هتكسبوهم المزاريطه ما هو لو كل الناس بتفكر زي كده عمرنا ما هنكسب امريكا بلاش تدينا طاقه نيجاتيف خليك بوزيتيف يعني شجعنا العب معانا لعبت عليك نفسك يا بعيد العب معاكم ايه ودي لعبه اللي عم تعملوه ده عم يتمسكوا في بعض تلزقوا في بعض كيف في ايه اللعبه دي قول لي بقى يا كبير انك خايف جدي معاك حق هي اللعبه دي عايزه رجاله بتقول ايه يا قصدي يعني اللعبه دي طف انت تجيب 30 فرقه فوق الفرقه دي واكسبهم لحالي ياد انت لو طلعتولي في الكشري اكلكم ياد قال فرقه قال رح استر حالك استر حالك عايز تكسب امريكا باللباس تابع تابع مالك شخصيه يلا يا جماعه يلا يا جماعه نكمل ايه ايه يا ادرس ده اسرع شويه اطلع شويه قدام يا بعزق بعزق اطلع قدام شويه اسرع يا ادرس اسرع يا ادرس يلا تفتكر يكونوا وصلوا اه يا معلم وصلوا انا كلمت السواق من شويه قال لي ان هم خلاص في اول البلد يعني خمس دقايق ويكونوا وصلوا احنا هنعمل ايه في الفزاع مش مهم تقلقش هعرف اجيبه ازاي ليه طرقي اهم اهم وصل مين دول؟ مين دول؟